السلام عليكم. هذه رحلة 100 كيلومتر، قطعنا حتى الآن 27 كيلومتر تقريبا. هذه فترة استراحة وأول تصوير فيديو في هذه الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله. أنجزنا الآن قرابة 50 كيلو، 50 يعني 47 كيلو تقريبا. 47 اقتربنا من النصف، اقتربنا من النصف الرحلة. هذه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية راح تكون بإذن الله عز وجل أيضا 50 كيلو، لكنها بعيدة كل البعد عن أي خدمات موجودة على الطريق. نأخذ استراحة قصيرة. الإخوة من عشاق بحل البيت. هذا حان الآيفون، هذه الإضاءة، هذه الحفيظة فيها الاحتياجات، وراء ظهري أيضا حفيظة ثانية. أما هذا فشيء لا اختيار مهارات الإنسان قد يحتاجها إذا كان في مكان مو عزيز. نسأل الله التوفيق. الرحلة المئوية الأولى، دخلنا منطقة مأهولة. للتزود وأخذ يعني قسط من الراحة. الآن سنخرج و ننطلق لاستكمال المشوار. الآن بدأنا 50 كيلو في المرحلة الثانية. هذه المرحلة أنا أسميها مرحلة المتعة. المرحلة الأولى هي مرحلة كفاح، لأن فيها مخاطر مرورية خصوصا على الطرق السريعة. أما هذا الطريق تندر فيه السيارات، الجو جدا رائع، هدوء، تستطيع أنك تأخذ وقتك في التأمل في ذكر الله عز وجل، في دعاء الله عز وجل، في التفكير، في التخطيط. مع أن الجهد عضلي إلا أنك تستطيع أن تحصل على شيء من الاسترخاء الذهني، الراحة النفسية. السلام عليكم. هذه نقطة مرجعية لموقعنا الحاذي، راح نتوجه بإذن الله عز وجل عبر هذا الطريق إلى العودة.
بعد يعني جهد جهيد وجدنا موقع ملائم للاستراحة، بحيث يكون الموقع بعيد عن مواقع العقارب والحياة إلى حد ما. تل رملي نرتاح عليه لمدة ربع ساعة ثم نعاود المسير. طبعا هذه آثار الحيوان. من الكلبية والله أعلم. بقي على طريق العودة 35 كيلو متر تقريبا. الآن نصلي الفجر في هذه المنطقة. نسأل الله التيسير، نسأل الله عز وجل التيسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. بقي قرابة 18 كيلو ونصل إلى نبلة. ملأ كل شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وصلنا ولله الحمد